اهلا بكم اعزائي المشاهدين في القعده مع عمنا الملحد. عمنا لا اعرف قعد مع عمه الملحد وساله السؤالين اللي فاتوا اللي احنا قلنا عليهم وما عرفش للاسف يديله اجابه ترضيه تخليه قاعد كده حاجه منطقيه كلها مجرد وجهه نظر او راي. الاستناد على راي او وجهه نظر هو شيء طبعا ممكن يخسرك كتير، لان البشر في 7 مليار بني ادم حول الارض كل واحد ليه راي، مين فيهم الصح؟ فاهمني؟ فاذا لم يوجد ادله على تفكيرك اذا انا ليه اقول ان رايك صحيح؟ لازم يكون في ادله على رايك اللي انت واخده. فطبعا اول سؤال معرفش يجاوبه، تاني سؤال معرفش يجاوبه، بعد كده ابتدى يقول له ايه؟ انا سمعت ان في حاجه اسمها تلسكوب هابل، ماشي، وسمعت برضو ان البشر مش بيشوف كل حاجه بعينه. يعني احنا مثلا في كائنات جوه الميه، قطره الميه دي لو حطيتها تحت الميكروسكوب هتلاقي فيها كائنات بالعبطلي. يعني صباح العبطلي اللي موجود في نقطه ميه، لو شفت نقطه الميه دي جواها ايه مش هتشرب الميه اصلا. اوكي، ففي حاجات البشر مش شايفينها. في ويفز، العين دي ويفز يعني موجات ضوئية، هذه العين لا تلتقطها، زي مثلا الترا فايولت الموجات الفوق البنفسجية، تمام، الجاما ريز، اكس ريز، يعني اكس ريز تيجي في عينك تخرجها تخترقك، يعني تخترقك انت نفسيا. اوكي، جاما ريز تنفخ لك التيشوز بتاعتك، التيشوز يعني اللي هي يعني انسجة، تتأكد ان ليس هناك اله. لازم تبص في الكون كله، صح؟ لازم تتأكد في كل شبر ان الاله ده مش موجود. اصلي اقصى درجات المصداقية هي الرؤية، ان ترى الشيء بنفسك، تمام. ف هتقول ايه؟ دايما يقولوا ايه؟ شفت بعيني محدش قال لي، لان دي اقصى درجات الشهادة، ان انت رأيت بعينك. يعني لذلك في حديث جميل جدا في طبعا الناس المسلمة، يقول إيه؟ رأيت الشمس فعليها فاشهد، ده في الشهادة. شفت الشمس، لما تشوف الحاجة زي ما شفت الشمس تشهد، لكن ما شفتهاش ما تشهدش. زي كده إيه؟ قالوا له، فاهم؟ في المسرحية بتاعت عادل إمام، والدليل قالوا له. طبعا قالوا له مش دليل. لازم أن يرى الشخص الشيء بعينه. فلو هذا الملحد عايز يتأكد إن هناك إله أو مش هناك إله، فلازم يبص في كل مكان في الكون. تلسكوب هابل بقى ومش وكل الأطياف وكل الريز اللي موجودة، أو كل الأشعة والموجات اللي جاية من الكون كلها عمالين نستقطبها، وفي الآخر أنت لا ترى إلا نسبة قليلة جدا من الكون. إذا إزاي عمك الملحد ده قدر يوصل بإن مفيش إله لدرجة 100%؟ 100% يعني أنت لازم تكون شايف كل حاجة في الكون، 100% يعني أنت دورت في كل الكون، 100% يعني أنت عندك إجابات كيف وجدت المادة اللي عملت الكون ده كله. البيج بانج ذات نفسه مين اللي أنشأه؟ يعني أو جه منين البيج بانج؟ إيه اللي قبل البيج بانج؟ لازم السبب يبقى سبب مرصود وملحوظ. لو انا هقول ان البيج بانج اتنشأ كده من كده مع نفسه، يبقى انا لازم يكون في حاجه مرصوده قدامي بتنشأ لوحدها كده، تمام، بدون مسببات، لان الكون اللي حواليا كله سببي. فانت عايز تقنعني باللا سببيه، ازاي بقى؟ ازاي؟ يجب ان ايه؟ توريني اللا سببيه، ان في حاجه بتحصل قدامي غير سببيه، تمام كده. فاذا هذا الملحد غير قادر على ان هو يشوف الكون كله، لان عينه تلتقط موجات معينه، بقيه الموجات بلح. فبيبتدي ان هو يعمل يعني تولز او ادوات ان هو يستقطب الويفز التانية او الموجات التانية، فيبتدي ان هو يبتدي يشوف موجات تانية، بس في ممكن تكون موجات تالتة هو مش عارفها، ممكن يكون في حاجات تانية هو مش عارف ان هو يرصدها. الكون اللي هو بيرصده ده ما هو إلا فئة قليلة جدا من كون فسيح هو مش عارف يوصل لآخره أصلا، تمام. فعلى أي دليل بنى
الملحد نسبته 100% أن ليس هناك إله. فستجد أن هذا الملحد الذي رجح أن ليس هناك إله في الكون بنسبة 100% أدلته كلها واهية، ما فيش أدلة عقلية منطقية قدرت أن هي تقنع لا أعرف أن هذا التوجه توجه صحيح. ويبقى توجه الملحد توجه غريب عجيب. في وطننا العربي عندما توجه بعض الأشخاص اختلت إيمانهم بالأديان اللي هم منتمين لها، أو حتى لو أشخاص حتى بدون دين، مجرد أن أنت تقتنع أن ليس هناك إله. يعني أنا أحترم جدا الشخص اللي ممكن يكون لقى فيه مشاكل في الدين اللي هو فيه فأصبح لا أعرف، عن أن شخص مكان يعني لقى فيه مشاكل في الدين اللي هو منتمي ليه فتحول على طول لملحد. إزاي؟ يعني في مرحلة بابا، في مرحلة بابا اسمها لا أعرف في النص ما عدتش عليها دي بابا ولا إيه؟ طب ماشي، أنت رحت هناك عند الملحد، فين أدلتك بابا؟ فين أدلتك أمور؟ مفيش أدلة. لازم تكون أدلة مرصودة قوية، وكل سؤال متجاوب عليه. عمك اللا أعرف جاي بيسألك منين جه البيج بانج؟ فين الرصد بتاع موضوع إن الإنسان تطور من القرود؟ طب أبو القرود مين اللي جه إزاي في الكون؟ كل دي أسئلة ما بيجاوبش عليها العلم، ولا بيجاوب عليها الشخص الملحد. وبالتالي الاتجاه إلى الإلحاد اتجاه خاوي من الأدلة، قليل وضعيف، ولا حتى يقدر ان هو يرجح 1% زيادة عن 50% ان ليس هناك إله. هيقعد يقول لك انا ما شفتهوش، انا ما كلمنيش، مش عارف ايه الكلام ده كله. بس ممكن الإله ده مش عايز يكلمك، ممكن الإله دوت انت ما تعرفش تشوفه، تمام؟ وبالتالي اذا كان فعلا هذا الإله انت ما تعرفش تشوفه وهو ما بيكلمكش، فعمرك ما هتعرف هو موجود ولا مش موجود، تمام؟ فطبعا صاحبنا لا أعرف لما قعد مع هذا الملحد لقى هذه الأسئلة ما بترجحش خالص عدم وجود الإله من وجوده، وده طبعا عمل له مشاكل كتير جدا وخلاه في حتة كده مزنوقة مع هذا الملحد، مش قادر إن هو يقتنع بالتوجه بتاعه. وهنا صاحبنا لا أعرف لقى إن توجه هذا الشخص الملحد غير منطقي ويفتقد إلى الأدلة، وبالتالي أصبح هذا التوجه بالنسبة له مهزوز. في وطننا العربي كنت بقول إن لما انتقل هذا الشخص من دين إلى الإلحاد، أو حتى كان لا أعرف إلى الإلحاد، في منهم شباب كتير جدا انتقل لمجرد أن الموضة أو استمداد الذات، وان انت يكون في ذات، ان انت تقول ملحد انا مفكر وذو علم وفيزياء ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا كله بيتاخد على عينه اول ما بيجي يتزنق في الاسئله دي. اوكي، بيج بانج، ايه اللي قبل البيج بانج؟ ايرور. طب حضرتك يعني امتى شفت يعني النظريه الداروينيه؟ لو انت مؤمن بيها موجه ليها نقد صعب جدا صعب جدا. يعني هل انت شفت عصفور مثلا بيتحول الى تمساح؟ هل عمرك شفت مثلا تمساح تحول الى سحلية، او سحلية تحولت الى تمساح؟ ما هم من نفس الفصيلة. ما هتقول بقى السحلية تطورت الى تمساح، فين دليلك؟ في خلال هذه السنوات الماضية ما شفتش كائن تحول الى كائن اخر، الى فصيلة اخرى؟ ما فيش، يعني غير مرصودة. فكعلم، كعلم ما دام غير مرصودة فهي تصبح نظرية إلى أن يصدقها الواقع أو نشوف بعينينا والكلام ده كله. مفيش. ما دام مفيش، أنا علميًا أقول إن هي دي نظرية وليست حقيقة. في فرق ما بين النظرية والحقيقة. النظرية دي أي حد يقولها. والله مش النظرية يا عم الحاج، مش النظرية. قول أنت نظرية زي ما أنت عايز، ولكن الحقيقة لازم تكون مرصودة لها أدلة وقوية. تيجي كده تحط الأدلة في عين التخين. فكل الناس تصدق ليه؟ لأن الأدلة قوية والحقيقة بين كل الناس. لكن نظرية لا، معلش، النظرية دي
عند يور ماذر. اوكي، ده انسب رد ممكن يترد عليه لاي حد ما عندوش ادله على الراي بتاعه او التوجه بتاعه. ما دام ما عندكش ادله تقوي الراي بتاعك، يبقى ده راي يور ام محمد، وطبعا احنا مش ملزمين ان احنا نسمعه خالص ما دام ليس هناك ادله قويه عليها. شكرا جدا لكم، وسلام عليكم.